آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ألف بين رحيل وكيران وكيران ورحيل كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وزليخا. اللهم ألف بين كيران ورحيل كما ألفت بين محمد وأزواجه الطاهرات وخديجة الكبرى وعائشة أمنا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء. اللهم ألق بينهما محبة ومودة وقرارا، ولا تلق بينهما نفرة وكراهة وفرارا. اللهم ارزقنا وارزق كيران ورحيل، رحيل وكيران إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وصحة وعافية وسعادة في الدنيا والآخرة وذرية وأولادا صالحة عاملة كاملة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا إلى الجنة وعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم آتهما من لدنك الرحمة وهيئ لنا وهيئ لهما من أمورنا ومن أمورهما رشدا، وهيئ لهما من حياتهما رشدا، وهيئ لهما من أسرتهما رشدا، وهيئ لهما من أقاربهما رشدا، وهيئ لهما من ذرياتهما رشدا، وهيئ لهما من أعمالهما وأشغالهما رشدا. اللهم هب لنا وهب لهما من أزواجنا وأزواجهما قرة أعين، واجعلهما للمتقين إماما، واجعلهما للعاملين إماما، واجعلهما للمتصدقين إماما، واجعلهما للمصلين إماما، واجعلهما للصادقين إماما، واجعلهما للقانتين إماما يا رب العالمين. اللهم آتنا وآتهما في الدنيا حسنة وحسنات، وفي الآخرة حسنة وحسنات، وقهما عذاب النار يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبهما وكفر سيئاتهما وخطيئاتهما. اللهم تقبل دعواتهما وأدعيتهما في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. For the ancestors of brother side, groom side, father side, mother side of the groom. Also for the Aba, Ajdat, Ummahat, Jaddat ancestors of the Kiran side, sister Kiran side, bride. Anyone who is present here, including me, Aba, Ajdat, Ummahat, Jaddat, إخوان أخوات أعمام عمات أحوال حالات دير أصول دير فرو، whoever passed away for all of them. Also from our teachers, مرشدس مدرس قارئس قراس مقرئس، the ones who have حق on us, any one of us, any one of the bride and groom, and whom we owe, they owe anything in their life to
to anyone who passed away for all of them. Definitely for the success of this newlywed Kiran and Rahil family, for all of them, including any duas anybody may have among us here for the acceptance of that. Any duas, any wish our groom and bride may have now for the acceptance of that. The duas to be included among the duas which are done in Mecca and Medina all the time, all the year. For all of that, I will request every one of you to recite 3 Surah Al-Ikhlas, 1 Fatiha. Thank you.